يا مرحبا بحضراتكم مره تانية. بعيد الترحيب بضيف من العاصمه البريطانيه لندن دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه المصريه الاسبق، وبالدكتور وفيق مصطفى اخصائي طب الاسره اللي بينضم لنا برضو من العاصمه البريطانيه لندن. يا مرحبا بحضراتكم في هذه الحلقه، اهلا بكم. دكتور، نروح لشعبه الصيدليات. دكتور مصطفى، مصر لا تعاني نقص من الدواء والصيادله بيمروا بازمه طاحنه، ده عنوان لما دورنا فيه لقينا امير هارون رئيس شعبة الصيدليات في الغرفة التجارية في القاهرة بيقول لك محدش يقدر يقول إن في نقص أدوية في مصر. طب أنت ممكن تقول مفيش نقص، إنما محدش يقدر يقول، قال لك آه والله، لأن كل المعالجين بيحاولوا يعتمدوا الصيغة أو الاسم التجاري مش المادة الفعالة، وكل دواء في مصر له بديل وله مسائل يعني. إيه رأي حضرتك في هذا الموضوع، هذا الطرح؟ هو الحقيقة إحنا عندنا بيطرح عندنا هذا الطرح بأكثر من صيغة، والحقيقه كلها صيغ في نوع من التدليس على المواطنين. بمعنى ايه؟ بمعنى لما يطلع عندنا مستشار الطبي لرئيس الجمهوريه ويقول دكتور عوض تاج الدين احنا ارخص دواء في العالم، ويطلع عندنا وزير الصحه يقول ان عندنا 95% من الدواء صناعه محليه، ويطلع رئيس اللي حضرتك بتقول حد من الغرفه التجاريه بيقول ان جميع الدواء متوفر بس في فرق بين المثيل والبديل والاصلي. الحقيقه كل تلك الصيغ هي جمله ناقصه، على زي نظام ولا تقربوا الصلاه. ليه بقى؟ لما يقول ان عندنا في مصر ارخص دواء في العالم، لانه هنا بيرجع لنقطه بيكون دايما الكلمه لها اصل ولكن التطبيق فاشل. بمعنى ايه؟ احنا عندنا قانون التسعير في مصر الحالي بيرجع القانون اسمه 499، ده طلع سنه في ابريل 2012 ايام حكم المجلس العسكري، بيقولوا ان احنا بنسعر الدواء في مصر حسب ثمنه في الدول المرجعيه. يعني بشوف اي دواء جالنا في مصر، دواء جنيس طبعا مش الدواء الاصلي، الدواء الجنيس اللي بيتصنع في مصر، يعني بشوف سعره في 36 دوله على مستوى العالم، في اوروبا الشرقيه بعض اوروبا ودول الخليج، عن ارخص دوله فيهم كام، انا اعمل عليها خصم مثلا 50 60%، يبقى ده سعره في مصر وبكده انا ارخص منهم كلهم. لكن في الواقع احنا عندنا اي سلعه لازم احسب تكاليف المواد الخام، تكاليف مستلزمات الانتاج، تكاليف التشغيل، اجور العمال، مصاريف النقل، احط هامش ربح، احدد السعر، هو لما يفعل هذا فبالتالي تبقى تلك جمله حق يراد بها باطل. لما يجي وزير الصحه يقول ان 95% من الدواء صناعه محليه، نقول له يا معالي الوزير 99% من المواد الخام مستورده. مستورده دي الشفره. ايوه يا فندم، ما انت برضه محتاج الدولار. يعني الفكره كلها لما ما يقولش بقى بصنع 95% في مصر، لكن المواد الخام كلها مستورده. طب في فرقه ايه؟ انت كل اللي بتعمله اعاده تعبئه وتغليف زي ما عملوا ايام اللقاح، جابوا جالونات كبيره من سينوفارم من الصين، حطوها في ازاز صغيره في مصر، ونفس الازاز كمان مستوردينها. طب ايه اللي انت عملته ده؟ لسه تصنيع حقيقي. لما يجي يقول يا استاذ محمد، طب ما يبقى كده هو اللي بيلعب اهو في اسم الماده التجاريه مش الماده الفعاله، هو بيغير الاسم التجاري برضه. ما هي حضرتك لموضوع الماده الفعاله، بس هنا في حاجه نقطه دايما يتكلموا عليه، يقولوا ايه؟ لما نفتتح اكبر مدينه دواء اللي كانت في ابو زعبل او في الخنكه من سنتين تقريبا، وكانت مدينه عسكريه، هنقوله من اجل توطين صناعه الدواء. كلمه توطين صناعه الدواء يعني ايه؟ يعني هجيب الماده الخام واعبيها عندي، المطلوب هو التمكين او تعميق صناعه الدواء. بمعنى انا لازم اصنع المواد الخام ويبقى عندي بحث، لكن تصنيع المواد الخام يستلزم وجود بحث علمي في الجامعات. عندنا في مصر لا يوجد في الجامعات بحث علمي. ليه؟